تكلم عادي لو كنا جنبه عادي. بسم الله بسم الله بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علي عبد الله صالح، أتيت زيارة للمغتربين، وأنا أقول لكم بلاش مزايدات. أنا كنت السبب في تشريد اليمنيين، ممتاز. أنا كنت قادر أعطيهم حرية، أعطيهم شظف العيش، رغد العيش، لكن لا. لماذا؟ أولا لو حصل في اليمن رغد العيش بيحصل سمنة، بيكبروا الشباب ويحصل أمراض وتضخم في الأجسام، وهذا يعني شوفوا البلاد التي هي محترمة ومرتاحة أكثرهم من البذخ بيعانوا من أمراض كثيرة. أنا عملت رجيم للشعب كله من الفقر والجوع والتجريع، عملت رجيم بلاش مجان، العالم كله بيعملوا رجيم للشخص الواحد بآلاف الدولارات، وعلي عبد الله صالح ضحى من أجل الشعب وعمل رجيم لخمسة وعشرين مليون. هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أعدمت الغاز. لماذا؟ لأجل الناس يطبخوا على الحضار، لأجل الناس يتذوقوا المذاق الخبز الرائع والراقي. أنا لماذا أعدمت بعض الأحيان الماء من بعض المناطق؟ لأن هناك سنة التيمم، الناس نتوه صح دعاب إذا حضر الماء بضل التيمم، ولذلك أنا على عبد الصالح بعثت الماء بالعاني حتى يرجعوا إلى سنة التيمم. أنا من الأشياء الأخرى الكهرباء، الكهرباء الكهرباء، أنا قطعت الكهرباء بالعاني، وأنا كنت قادر أعمل محطات كهرباء وأخلي اليمن يعني. لكن لماذا الكهرباء يضفين بعد المغرب؟ لأجل الناس يرقدوا. أحافظ على أخلي الناس على الفطرة، لأن آباءنا وأجدادنا كان يرقدوا من بعد العشاء ويقوموا قبل الفجر يصلوا ويقرأوا قرآن. أنا ما أريدهم يمتسخوا فوق الفيسبوك والساتلايت، أضفي عليهم. هذه عبارة عن إنجازاتي. وهؤلاء أصحاب النظارة السوداء الذي لا يريدون لليمن الخير هم ينكرون إنجازاتي. أعوذ بالله، حاقدي أمراض 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 يا لطيف. هؤلاء يعني بالله عليك علي عبد الصالح عمل هذا الإنجازات بكلها تنكره؟ على وين؟ على وين؟ بعدين احنا الشعب اليمني كريم. انا حاولت اشردهم في الغربه، اولا لاجل نبني بلدان الاخرين، لان احنا لا نريد نفوسنا، احنا نضحي، احنا كالشمعه كالشمعه تضيء للاخرين وتحرق نفسك. نعم، انا قاعد اكمل ابني البلدان الاخرى ورجعت فيها اليمنيين يبنوا البلاد بعدين. اول شيء نعم ما هملت الآخر، إحنا نشين بني دار أخرى. شوف أيضا المغتربين الذي يتذمروا ويقولوا لا رحم الله علي عبد الصالح الذي شتتنا، لا حمد الله، أنا خليتك تتشرد تغترب. قال المثل ابعد من أهلك يحبوك، ابعد من أهلك يحبوك. نعم، الناس الذي هم عند أولادهم بيصوبهم ملل وكلل وشلل وخلل، لكن المغترب يفقد أمه، يفقد أبوه، يفقد أولاده، يفقد عقل الحق، ويرجعوا قد ودبيا ما شاء الله، والناس إيه؟ ويرجعوا معضلات يخزن بها في 10 أيام ويحيره، ممتاز. ها خلي الحياة طاعة. أما إذا أنت هانك بين أولادك بتكره عيشك. فأكون أرجو من الجميع أن ينظر بمنظور المسؤولين، وألا ينظر بالمنظور السلبي، انظروا بالمنظور الايجابي. هذا علي عبد الله صالح يحافظ على ترة البلد وامن البلد وفضرة البلد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اريد تصفيق، لا اريد تصفيق، خلاص قد جرحتوا لي جو سطام صفقوا لي وجرح جو. بعدين اذكركم اسمي علي عبد الله صالح، انا كسبت الشيعه وكسبت الزيوت باسم علي من العلو. نعم عبد الله كسبت الناس الاخرين الشوافع والناس الذي هم بالسواسية عيال تسعة، قلت عبد الله كلنا عباد الله. أما صالح فأنا كسبت الزمن القديم وهو زمن صالح، صالح لكل زمان ومكان، صالح لآخر. نعم عفاش ابن فرناس هذا، عفاش عفاش عفاش. أنا في الأخير ضبقت الاسم، أنا ما كانش اسمي عفاش، بس هم قالوا عفاش عفاش، فحبيت أذكرهم أن اسمي عفاش، سرقت العفش حقهم بين يديك قلت هذا عفاش. السلام عليكم ورحمة الله. غلق. Thank you.